السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله ومسي ورحب زميلي علي. الله يمسيك بالنور والسرور، حياك الله يا عبد العزيز، وأكيد سعيدين معا أن نقدم إن شاء الله هاي الحلقة اللي فيها الكثير من المواضيع إن شاء الله والأخبار اللي بناها لكم من كل إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. إن شاء الله اليوم عندنا مواضيع كثيرة وجميلة ومفيدة. طبعا الصيف قرب أو بدينا بالصيف. لا شو قرب؟ الصيف ولا هداك. لا ما أنا شكل بعد عندك التقويم الشتوي بعد. أنت ما حدثت. ها بعد يعني بعد ما حدث، بس يعني البرامج الصيفية كثرة مستمرة، واللي ما يسافر بدال انه يقعد في البيت ولا يقعد في المقاهي ولا يقعد ولا ما يلعب بلاي ستيشن، انت ما تلعب وببجي يسلي نفسه. صحيح. يسلي نفسه بالبرامج، يسلي المفيدة. نفسه بالبرامج الصيفيه اللي تطور من مهاراته ومن قدراته. وهذا اللي اقول لك يا علي واخوي علي ومشاهدين الكرام، اطلقت وزاره تنميه المجتمع برنامجها الصيفي انا واخي التوعوي، والذي يستهدف الطلبه اصحاب الهمم في مراكز رعايه وتاهيل اصحاب الهمم التابعه للوزاره والمنتشره في امارات الدوله، الى جانب اشقائهم واسرهم وطلبه المدارس بشكل عام، بما يعزز التفاعل والتواصل بينهم ويعمل على دمجهم في الأنشطة المختلفة التوعوية والتعليمية والرياضية والترفيهية. وأكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع أن البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة وتوافقا مع مبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في محور الحياة العامة والثقافة والرياضة، وبما يضمن إدماجهم في مختلف الأنشطة الثقافية وأيضا الاجتماعية، مشيرة إلى تنوع أنشطة البرامج التي يتم تنظيمها في مختلف مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في كافة إمارات ومناطق الدولة، بهدف تعزيز دور أشقاء أصحاب الهمم وخاصة المحيطين بهم عامة، وتحفيزهم نحو دعم وتمكين الأشخاص من هذه الفئة لممارسة مختلف الأنشطة والبرامج. طبعا وفي مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، نظمت الوزارة برنامجا تدريبيا توعويا لأشقاء أصحاب الهمم عن كل ما يتعلق بأنواع الإعاقات وأساليب التعامل معها والتوعية بالحد من الإساءة، إلى جانب برنامج تدريبي توعوي لأصحاب الهمم حول الخدمات الأساسية المتاحة لدى الجهات الحكومية والتعرف إليها عن قرب وبشكل ميداني، بالإضافة إلى التعاون مع بلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في تنفيذ برنامج ترفيهي تعليمي لأصحاب الهمم وأشقائهم بمشاركة عدد من طلبة المدارس، والذي تضمن مجموعة من الأنشطة كرياضات الزومبا والجمباز والتيكواندو والسباحة وفعاليات المزارع الصغير. صحيح يا عبد العزيز. وأيضا في مركز عجمان لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، نظمت الوزارة ورشة الأشغال اليدوية التي ركزت على إعادة التدوير وأيضا التطريز وورشة الروبوت والمهارات الموسيقية، بالإضافة إلى رحلة ترفيهية للطلبة من أصحاب الهمم وأشقائهم في مركز دبي الفجيرة. أيضا لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم تضمن برنامج أنا وأخي الصيفي بطولة البوتشي ومهارات معرفية أخرى. طبعا عندنا في الفجيرة وصلنا الفجيرة، نظم مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم برنامجا تعليميا ترفيهيا بالتعاون مع حضانة الفجيرة وبرنامج ترفيهي في الفجيرة مول بمشاركة أصحاب الهمم وآبائهم، بالإضافة إلى برنامج السباحة لطلبة التوحد مع إخوتهم، وفي مركز راس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ومركز التدخل المبكر بدبي ومركز أم القيوين للتوحد. وتضمن البرنامج ورشة رسم وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة استهدفت الطلبة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم وأشقائهم وزملائهم. طبعا هذا موضوعنا الأول اليوم في حلقتنا، وفعلا موضوع مهم، وهذا دليل على أن الدولة لا زالت مستمرة في طبعا يعني تسخير كل ما هو مفيد لأصحاب الهمم وأيضا أشقائهم ليتعلموا كيف يتعاملون معهم ويفيدوهم بشكل عام. الجميل حتى كان في المراكز قدمت كيف نحن نتعامل مع أصحاب الهمم، وهذا الشيء اللي أعتقد نحن كثيرين نحتاجه، يعني عندنا في مجتمعنا إن كانوا من أهلنا ولا اللي نحن نعرفهم مصابين بمرض التوحد أو صار في ثقافة في التعامل معهم. البرامج الصيفية تعطينا ثقافة نحن كيف ممكن نتعامل معهم. لا شك عندنا مواضيع ثانية عبد العزيز، وبنروح مع بعض إن شاء الله إلى أطباء الإمارات يطلقون المرحلة الثالثة لعلاج الأطفال والنساء من اللاجئين من الروهينجا. وطبعا عندنا دور الذكاء الاجتماعي في بناء الشخصية الناجحة. وأيضا مهرجان قيض الفجيرة الثالث إن شاء الله راح يكون محور رئيسي في برنامجنا.
وعندنا أصغر حاملية درجة الدكتوراه في الإمارات. ونروح إلى ثقافة التطوع برؤى استراتيجية، وهذه الثقافة مستمرة ودائما في تطور. نروح أيضا لأول اتصال معنا. أطباء الإمارات طبعا يطلقون المرحلة الثالثة لعلاج الأطفال والنساء اللاجئين من الروهينجا، وطبعا أتت هذه يعني هذه عفوا الرؤية تحت شعار خطى زايد. نتعرف أكيد أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء. حياك الله دكتور معنا. دكتور تسمعنا؟ نعم. حياك الله معنا، نورت. هلا مرحبا. الله يحفظك، سعيدين جدا بانضمامك معنا، ونود أن نتعرف معك وأيضا مع المشاهدين أهم ما يميز المرحلة الثالثة عن المرحلتين السابقتين. دشنا أطباء الإمارات المرحلة الثالثة بهدف تقديم أفضل الخدمات للأطفال والنساء من خلال وحدة متنقلة تستقبل المرضى لمدة 24 ساعة متواصلة، تساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين. وتأتي هذه المرحلة استكمال المراحل السابقة التي استطاعت في السنتين الماضيتين من الوصول برسالتها الإنسانية للآلاف من اللاجئين الروهينجا تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انسجاما مع توجيهات القيادة الحكيمة بيكون عام 2019 عام التسامح بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق، ما انسجام مع الروح الإنسانية المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نهيان، وامتداد لجسور خير العطاء لأبناء الإمارات الذين نهجوا وخطوا خطاه في مجالات العمل الإنساني. ويستمر المهام الإنسانية لأطباء الإمارات في المستشفى الميداني بشكل مستمر لمدة سنة إضافية، وفي خلال هذه الثلاث سنوات تم علاج الآلاف من الأطفال والنساء بدرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشرقاء الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك بين قطاعات الحكومة الخاصة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات، واستكمالا للمهام الإنسانية لحملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف الدول واللي استطاعت في 19 سنة الماضية منذ انطلاقها عام 2000 للوصول للملايين في مختلف دول العالم بإشراف فريق طبي تطوعي يتم فيها نقل الخبرات الإماراتية في مجال إدارة وتحريك المستشفيات الميدانية والعيادات المتحركة للتخفيف من معاناة المرضى وبالأخص اللاجئين الذين يعانون من مأساة كبيرة وتفشي الأمراض وغيرها من التي تؤدي إلى الوفيات وبالأخص لدى الأطفال والنساء. فحرص أطباء الإمارات من خلال هذه المرحلة الثالثة للوصول للفئات المستهدفة من خلال وحدات متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة تقدم العلاج والدواء المجاني بإشراف فريق طبي من أطباء الإمارات وأطباء بنغلاديش تحت إطار تطوع مظلة إنسانية وبمشاركة فعالة من شباب الإمارات من الأطباء والكوادر الطبية وبالأخص الطبيبات الذين ساهموا بشكل فعال في العمل الطبي الميداني. جميل. دكتور عادل، لو بسألك عن البرامج الشخصية والعلاجية والوقاية اللي أنتوا قدمتوها. طبعا نهدف من خلال المستشفى الميداني إلى تقديم خدمات علاجية ووقائية من خلال وحدة متخصصة لاستقبال المرضى ووحدة لطب الأسرة ووحدة لطب الأطفال تقدم الخدمات التوعية والوقائية بأهم الأمراض المنتشرة في المخيمات وأفضل سبل العلاج والوقاية خاصة الأمراض التي تصيب الأطفال والنساء وكبار السن. كما نهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الكوادر الطبية لتأهيلها وتمكينها في مجالات العمل الإنساني. دكتور، ما هي المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا المشاركة معكم في هذه المرحلة الثالثة؟ مبادرة زايد العطاء تعمل من خلال الشراكة لتفعيل برامجها في مختلف دول العالم، ومنذ انطلاقها في 19 سنة الماضية استطاعت استكتاس العديد من الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة للتنظيم السنوي لمؤتمر الإمارات للتطوع وملتقى زايد الإنساني وملتقى العطاء العربي يستقطب فيها الكوادر التخصصية ويمكنها في عمل التطوعي من خلال شراكتنا مع المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية والتي أبرزها
جمعيه دار البر ومؤسسه بيت الشراء الخيري ومجموعه المستشفيات السعودي الالماني والعديد من مؤسسات الدوله من وزارات الصحه والهيئات الشرطيه وغيرها. نعمل من خلال اكاديميه زايد الانسانيه واكاديميه جاهزيه ان نستقطب الكوادر الطبيه من داخل الامارات وتدريبها وتاهيلها من خلال شراكه مع مؤسسات تدريبيه عالميه واكسابهم مهارات تفيدهم في مجالهم العمل التقليدي الميداني، واضافه الى نمكنهم في عمل المهام الانسانيه الخارجيه في العيادات والمستشفيات الميدانيه المنتشره الحين في بنغلاديش وفي السودان وفي المغرب وباكستان والعديد من الدول من خلال اكبر سلسله واسطول من العيادات والمستشفيات الميدانيه التي تملكها مبادرات زايد العطاء والتي تشكل نموذج الاول من نوعه في مجال العمل الطبي التخصصي الميداني. شكرا لك دكتور عادل الشامري رئيس تنفيذي لمبادره زايد العطاء، شكرا جزيلا لك على المداخله. شكرا. شكرا. اكيد مستمرين معكم مشاهدينا ولكن فاصل ونواصل، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. علي، شو تعرف عن الذكاء الاجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي طبعا اللي اعرفه انه هو عنصر مهم جدا يتخلاه نصب عينيك عشان تكسب الناس اللي حولك وتخليهم يحبونك. طبعا في وايد مفاهيم اليوم حتى تفهم الناس وغيرها. نحن بنعرف اكثر، انا الصراحه ما اعرف وايد لكن انا وياكم مشاهدين الكرام نعرف اكثر عن دور الذكاء الاجتماعي في بناء الشخصيه الناجحه. يبدا الذكاء الاجتماعي من التنشئه الاجتماعيه التي لها دورها الفعال في تكوين بناء شخصيه الفرد ويساعد الانسان ويسهل عليه العمل مع الاخرين والتاثير فيهم. نعم طبعا كل هذا بنعرف ان شاء الله عن دور الذكاء الاجتماعي في بناء الشخصيه الناجحه مع ضيفتنا في الاستديو خبير التنميه البشريه الاستاذه ناديه المهيري. حياك الله استاذه ناديه. الله يحييك. مرحبا. سعيدين جدا بوجودك معنا، وفعلا موضوع مهم ورائع، واليوم نحن تلاميذ انا وعبد العزيز. نعم. عندك نبغى نفهم. الله يحفظك. بدايه، ما هو مفهوم الذكاء الاجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي جزء من الذكاء العاطفي. نعم. فجزئية الذكاء الاجتماعي أن الواحد يتعرف على مشاعر الناس اللي حواليه. نعم. ويعرف يتعامل معهم بناء على هاي المشاعر، يعني إدارة العلاقات بفن ونجاح وإيجابية. ممتاز. جميل. باختصار. جميل. إذن نبغى نعرف عن مهارات الذكاء الاجتماعي، هل هي مكتسبة؟ يعني الواحد يكتسبها، يدخل دورات، يشوف اليوتيوب. نعم. يقرأ واتساب. نعم. توصل، ولا هي موجودة بالفطرة؟ هي الحمد لله أنها مكتسبة. كيف الواحد يسوي رياضة ويقوي عضلاته؟ صح. بالضبط نفس الشيء. مثل ما قلت أخوي، يعني الواحد ممكن يتعلم، يدخل دورات، ممكن يبدأ يلاحظ عمره هو كيف تعاملاته مع الآخرين. لما هو يتعامل مع اللي حواليه سلوكه جاذب، الناس تحب تسمع له، تحب تتبعه، ولا طارد، ما حد يحب يلسويا أبدا. فبالتالي مكتسب. نعم. أنا برجع أستاذة نادية، طبعا قلتي أن الجزء أو الذكاء الاجتماعي هو جزء من الذكاء العاطفي، إذا خلنا نقول القبة هي الذكاء العاطفي، تندرج تحتها الذكاء الاجتماعي، الذكاء خلنا نقول العائلي إذا صح التعبير، أو أنواع الذكاء حتى الذكاء العملي مثلا، والأنواع الثانية الموجودة. جوانب الذكاء الاجتماعي كيف، وهذا يمكن يراودنا نحن كلنا هالسؤال، كيف أكون محبوب في المجتمع؟ كيف لما أقعد مكان كل حد يحبني وكل حد يسمع لي وكل حد يسولف معاي وأشعر بذاتي؟ هذا سؤال مهم، يعني شو هي الجوانب الرئيسية للذكاء الاجتماعي؟ سبحان الله، لو قلناها بكلمة، الألفة. نعم. الألفة، الناس يألفونه، هو يألف الناس. يمكن إحنا لو نلاحظ عمارنا، إحنا قلنا نبدأ ملاحظة عمارنا وبعدين اللي حوالينا. نعم. طيب أنا سلوكي مع الناس الحين مثلا، هل أنا أنتقد؟ هل أنا كثير التجريح؟ هل أنا أركز على الأخطاء؟ هل أنا أركز على الأشياء اللي مو حلوة؟ ولا العكس تماما؟ طبعا إذا كنت أسوي هالأشياء أنا مش ذكي اجتماعيا، الناس بتبتعد عني حتى لو هدفي خير، أنا بقول أنا بمصلحته. صح. لكن في طرق الذكي اجتماعيا عنده القدرة على أنه يوصل المعلومة ولكن يوصلها بشكل جميل. يعني يقول الشيء المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. لو بيوجه انتقاد، خلينا نقول تغذية راجعة، يعني مفحزته عقبها على طول بينه وبين الشخص بطريقة حلوة، ويبين له يعني أنا عندي ملاحظة تسمعني. خلينا نقول مثلا شارين شيء،
سيارة ما شاء الله جميلة الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها، وبيقول له قصوا عليك في السعر لونها مو بحلو، ترى الرجال شارنها خلاص. خلاص كنت تحصل أرخص من تي. كنت بتحصل لو قلت لي نسيبي عند مثلا يعني معرض. نعم. فإحنا ندخل لهاي الممارسات كلها. أنا الحين صديقي مثلا أو صديقتي بالنسبة لي أنا تمر بحالة مثلا حزينة أو صار لها موقف، هل أعرف أواسيها وهل أعرف أخليها تركز على الأشياء الحلوة في الموقف عشان هي تطلع من هالحالة؟ نعم. أساعدها على أنها هي تطلع من حالة الحزن. إذا كانت مثلا فرحانة عشان شيء، هل أنا أعيش حالة الفرح وياها ونحتفل؟ فردود أفعالنا مثل ما قلت يعني تخلينا نجذب اللي حوالينا، نعيشهم جو إيجابي وجميل أو نبعدهم عنه. نعم. أستاذة نادية خلينا أسأل سؤال جدا مهم، الذكاء الاجتماعي كيف ومتى نستخدمها في بيئة العمل؟ لأن أحس أن أكثر يعني صعوبة تواجه الشخص. نعم. هي بيئة العمل والمشاكل الموجودة في بيئة. نعم. العمل. ولو نروح لبيئة العمل نشوف أغلب المشاكل مستوية ولا تكون بسبب شو الحالة أو الظروف الاجتماعية. نعم. أو التعامل مع الآخرين. نعم. أو الكيمياء نقول اللي بين الناس. كيف يكسب الناس؟ خلينا نقول عندنا مديرين. عندنا مديرين. نعم. وكلهم متميزين من ناحية خلينا نقول الذكاء المنطقي، وكلهم عندهم شهادات، كلهم عندهم القدرة. بس واحد موظفين أبدا ما يحبونه لأنه يسخر منهم، لأنه ينتقد، لأنه يركز على الأخطاء. نعم. إذا نجحوا في شيء قال أنا، وإذا أخطأوا قال أنتوا، ودائما تركيز على الأشياء على النواقص، بعكس الثاني اللي يعيش نفس التجربة لكن يسمع حق موظفينه يشاورهم كيف نقدر نحقق، كيف نوصل للهدف. إذا عنده توجيه يوجههم يعني في حزم. المهم جدا أن الشخص الذكي اجتماعيا مش بالضرورة هو غير حازم، هو حازم لكن بحزمه بعد يراويهم أنه مهتم والحب والاهتمام وأن إحنا بنصعد مع بعض. هذا الفرق. نعم. طبعا كل واحد الآن يمكن يشاهدنا يقول يسأل نفسه هل أنا ذكي اجتماعيا؟ كيف أعرفني أنا ذكي اجتماعيا أو يعني سيء اجتماعيا؟ أو خلنا نقول مش ذكي، ما بنطري للسلبية، ما نقول مش طبعا ذكي اجتماعيا. كيف أنا أقيم نفسي أولا؟ كيف أعرفني أنا ماشي في الطريق الصح أو في الطريق الخطأ؟ وكيف أصلح من ذاتي؟ يشوف عمره الحين مثلا طالع ويا زميلة أو طالع ويا زميلة في الكوفي شوب. نعم. ماسك التليفون، جاب التليفون ولا يالس يسمع حق صديقة؟ يسمع له صدق، يسمع له يعرف هذا الشيء يقول يواسي ولا أن هي يعني الحين مثلا مشيله سلك. أنا طالع ويا صديقتي. نعم. الحين أنا خلي أقول أنا طالع ويا صديقتي، فأنا أخبرها عن ولدي مثلا صار لكذا كذا في المدرسة، فهي تقول لي تعب خبرت عيال مريم شو صار لها في المدرسة. فجلبت الموضوع عليها. أي مش ذكية اجتماعية لأني أنا أخبرها عن ولدي، أنا أباها تواسيني في حالة ولدي، تساعدني أنا في موضوعي بعدين ننتقلها. لكن هي سحبت. نعم. هي سحبتني. فكذا لما تجلس يا شخص تبغى تعرف الشخص ذكي اجتماعيا ولا لا، شو الطعم؟ شو عقب ما تجلس يا في إيجابية، في سعادة، في سرور؟ تبغى تجلس يا مرة ثانية؟ تبغى طول الجلسة مرت بسرعة بدون ما تحسبها، ولا تحس الجلسة هاي مثل الهم على القلب تبى نخلص؟ تشوف راح تشوف الساعة كل شوي متى تخلص. صحيح. أنا بسأل سؤال، هو هل مربوط بالذكاء الاجتماعي اتخاذ القرارات في المواقف الصعبة؟ أنا شخصيا أعرف وايد ناس دوما كل قراراتهم مستعجلة. ليش؟ يقول لك كانت الظروف صعبة. نعم. أو الحالة اللي أنا موجود فيها اتخذت القرار وأنا ما يعني ما عرفت الوضع كيف، الوضع كان جدا صعب. فهل الذكاء الاجتماعي يعني مربوط باتخاذ القرارات في المواقف الصعبة؟ يمكن هاي الكفاءة تدخل أكثر في الذكاء العاطفي بشكل عام. عموما الناس، في ناس عندهم مقدرة على أنهم يتخذون قرار بسرعة أو طبيعتهم خلينا نقول بسرعة بدون وزن الأمور، في ناس لا يحبون يوزنون الأمور وايد لدرجة أن ممكن نقول أنهم مترددين في اتخاذ القرار. ولكن الذكي اجتماعيا والذكي عاطفيا اللي يقدر يوازن بين الشيئين، هو يوزن الأمور، يشوف الإيجابيات، يشوف السلبيات، عقب على طول يتخذ القرار الأنسب في هذا الموقف. نعم. بدون ما تسيطر عليه عواطفه. مهم جدا يمكن نتكلم عنها النقطة في الذكاء العاطفي، مش الشخص الذكي عاطفيا اللي تسيطر عليه عواطفه اللي طلع خارج طورة، بالعكس اللي عرف يتحكم ويسيطر ويدير عواطفه. نعم. هذا الموضوع أكيد تنشأ لها دور كبير في تأسيس هذا الأمر، الأسرة كيف تتعامل مع الطفل منذ نشأته وكيف توجهه بالطريقة الصحيحة وكيف تخليه هو ذكي أيضا اجتماعيا. كيف نقدر نحن كأسر أن نتعامل مع أطفالنا منذ الصغر، ما نقول والله هذا ياهل ما يفهم. طبعا كيف نهيئه لهذا المجتمع؟ بالضبط. يعني جزء من الذكاء الاجتماعي التنشأة في الأسرة. نعم. فإذا أنا أبغى أساعد عيالي على أنهم هم يكونون أكثر ذكاء اجتماعيا، مش لازم أسمحهم.
خليهم يتعرفون ويسمون العواطف يعبرون عن العواطف. يعني ما نقول الولد ما يصيح، ما نقول مثلا لا اسمع له، ليش انت شو تحس مثلا؟ العيال اذا يصرخون يبون شيء لا تصرخ، كلمني شو تبى مثلا، انت زعلان ليه زعلان، شو صار. فاحنا لما نخليهم يتكلمون عن مشاعرهم يحللونها، وبالتالي نقول طيب شو ممكن تسوي بحيث ان انت تحصل على الشيء اللي تبغاه او تحقق اللي شيء تبغاه. فالحوار معهم، الاستماع لهم، وطبعا اول شيء ان نكون قدوه. اذا كنا نحن قدوه، اذا كنا احنا نكلمهم عيننا في عينهم وابتسامتنا لهم بدل ما نجاب تليفوناتنا وهم يكلمونا، اكيد انهم بيلقطون هالشيء. يعني فعلا اطفالنا مرآتنا. صح الله فعلا. كيف ممكن الطرق اللي نحن من خلالها ندرب الاشخاص انهم يقوون من انفسهم ويقوون من ذكائهم الاجتماعي، يجيدون من الذكاء الاجتماعي اللي موجود عندهم؟ لان انت قلتي هذا شيء مكتسب ولا بد ان الانسان يطوره بين فتره وفتره. كيف، شو هي الطرق اللي تطور من الذكاء؟ نفس الطرق اللي نتعلم من خلالها اي معلومه. اول شيء خلق الادراك، يعني اني انا ابغى فعلا انا اطور من نفسي من هاي النحلة. في ناس يقول لك لا نحن كاملين ما نحتاج. فإذا أنا عندي الرغبة ممكن أدخل دورة، ممكن أقرأ كتاب، ممكن أسمع كتاب صوتي، ممكن أبحث في الإنترنت، بس أركز على أني أخذ المعلومة من يعني منبع صحيح، يعني يكون عالم كاتب الكتاب، يكون حد، لأن في ناس وايد تتكلم بشكل عام فتدخل فيها بعض الخزعبلات. نعم، تختلط المفاهيم على بعضها. البعض يمكن يأخذ المفهوم هذا غلط مثل ما أنت ذكرتي، وممكن بيقرأ شوي في الذكاء الاجتماعي فيظن أنه بذلك بيكون قائد ويفرض آراء على الآخرين ويحاول أنه يتسيد الجلسة على سبيل المثال. فهذا موضوع مهم، لأنه في كثيرين يقرون كتاب فيظنون أنهم يعني حملوا معلومات كثيرة وخلاص. هل ضروري يعني أهمية الذكاء الاجتماعي في بناء الشخصية الفعالة في المجتمع؟ هل ضروري أنه مثلا إذا أنا كنت ذكي اجتماعيا لازم أكون مثلا في مكان معين أو قائد، أو أحيانا لما مثلا أكون أخذ وضعية المراقب والهادئ ودور أخذ دور التحليل؟ يعني هناك وايد مناطق ممكن يتخذها الشخص في مثلا في عائلته أو في مجتمع بشكل عام. سبحان الله، سؤالك يعني يمكن له شقين. أول شيء القائد هو قائد بتصرفاته بسلوكه بذكاء الاجتماعي وين ما كان، لازم يكون مدير، ما بلازم يكون مدير مؤسسة ولا شيء. وسبحان الله هذا الشخص اللي الناس تسمع له وعلى طول تبغى تنفذ الشيء اللي هو يبغى. أشياء وايد مهمة إذا أنا فعلا كنت أبغى أكون شخص ذكي اجتماعي لازم أحرص عليها. رقم واحد حسن الإصغاء والإنصات، لازم أسمع للآخر، ما يستوي أنا أفرض رأيي. صحيح. حتى لو أنا قدامي يعني واضح الموضوع أخذ أشاورهم. الرسول كان يشاور الصحابة صلى الله عليه وسلم، فلازم أسمع. الشيء الثاني لازم أتعاطف. يعني حد يقول لك هذا يخوف، تقول له لا ما يخوف. طيب هو شوفه يخوف. صحيح. هذا يعور، لا ما يعور، هو بالنسبة لي عور. فأنا لازم أشوف الموضوع من وجهة نظر المتحدث. ليش أنت تحس هالإحساس؟ شو ممكن يساعدك أن أنت تتغلب على هالشيء فيكون الشخص أكثر ذكاء اجتماعي؟ شكرا لك أستاذة نادية المهيري، خبيرة تنمية بشرية. خذينا عندك نحن كورس مجاني على الهواء. الله يبارك فيكم، حاضرين أي وقت. ما قصرت. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. ونسير الآن أكيد لموضوع آخر، طبعا لإعداد مسودة مشروع القانون البحر الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللي طبعا تم تكليف مجلس الوزراء الموقر للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالعمل على تحديث هذا القانون البحري الحالي. طبعا يا أخوي علي ومشاهدينا الكرام، كانت بدراسة ميدانية لحصر مشكلات المجال البحري. خلينا نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير. هذا القانون بلا شك أنه قانونا يستطيع أن يكون داعما لتطلعات المستقبل، ويستطيع أن يكون قادرا على استيعاب هذه المرحلة وكذلك التطوير في هذا القطاع الذي نراه نحن قطاعا مهما. بالإضافة إلى أنه هذا القانون الذي نعمل عليه ونعمل على إقراره من خلال القنوات الحكومية. ما نراه اليوم في دولة الإمارات من نمو وتنمية وقدرة على 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 الوصول إلى أبعد من ما نحن عليه، جعلنا نفكر في هذا القطاع تفكيرا مهما، لأنه هو هذا القطاع قطاعا ربما بديلا هاما
النفط. وتقليديا الإمارات بالمجمل معروفة بأنها بشواطئها وبموانئها وبتاريخها في النقل البحري هي ربما المركز الأهم في 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 المنطقة. لذلك أن يكون لديك قانونا يستطيع أن يستوعب كل ما تضاف كل ما تقدمه الحكومة اليوم للقطاع الخاص بلا شك أنه يجعل التنمية أسهل والاقتصاد يسير بشكل. التركيز الحقيقي في هذا المجال هو على القطاع النقل البحري من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نراها نحن في دولة الإمارات أنها هي الرابط الحقيقي لدخولنا للمستقبل بشكل ربما أسهل. نحن اليوم نراهن كثيرا على القطاع الخاص ونراهن أكثر على القطاع الاقتصادي الناشئ السمول والمتوسط والصغير. نرغب في أن ندعم هذا لأن التأسيس أساسا لا يمكن أن تذهب بعيدا في أي قطاع اقتصادي إن لم تهتم بالقطاع الاسميز. هذا القانون الحقيقة يضع نقطة مهمة لهذا الكلام. اليوم حتى يستطيع هذا القطاع أن يدوم وأن يستمر وأن كذا لا بد وأن يكون لدينا من المعلومات اللازمة في المؤسسة أو الهيئة. هذه المعلومات نستطيع أن نرفد بها هذا القطاع أو ذاك حتى يستطيعون أن يؤسسون مؤسساتهم واقتصاداتهم على معلومات حقيقية عن الكم والكيف وكيف نستطيع أن نطور. لذلك نريد أن تتشكل لدينا بيج ديتا قادرة على استيعاب كل ما يمكن أن نضيفه في اقتصاد وتنمية دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواقها الناشئة. طبعا اهتمام كبير في مختلف المجالات الحمد لله في دولة الإمارات. علي بسألك وين بتقيض أنت؟ نحن مقيضين هني في البجيرة. ما ناوي تطلع برا؟ لا إذا البجيرة الخبر هاي يهمك أنت ومشاهدين الكرام. طبعا أعلنت جمعية البجيرة الاجتماعية الثقافية عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قيض في البجيرة واللي هو كان تحت شعار عام التسامح وانطلقت الفعاليات اليوم وراح تستمر حتى 31 يوليو إن شاء الله الجاري. المزيد إن شاء الله من طبعا التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة حياة الحمادي الأمين العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. حياك الله أستاذة حياة. الله يحييك أخوي أهلا. حياك الله سعيدين جدا بوجود معنا ونود أن نتعرف معك وأيضا مع المشاهدين عن الهدف من إقامة هذه الفعالية. نعم بداية نشكر طبعا تلفزيون الفجيرة على تواصلهم الدائم مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ودعمهم الدائم لفعاليات الجمعية. واجبنا. سألتني عن الهدف بشكل عام تهدف الجمعية إلى المشاركة المجتمعية ونشر التوعية الاجتماعية والثقافية ولكن بشكل خاص يهدف مهرجان قيض في الفجيرة إلى استثمار وقت جميع فئات المجتمع في أوقات الفراغ وفي الصيف خاصة في أعمال وورش مفيدة ومسلية في نفس الوقت. نعم أستاذة حياة الأنشطة التي يتضمنها المهرجان في مهرجان قيض في الفجيرة. نعم هذه السنة تتنوع عندنا الأنشطة في المهرجان واستهدفنا فيها بشكل كبير فئة الشباب. جميل. فإن شاء الله راح نقدم ورشة عمل ثقافية أدبية اسمها أقلام مبدعة في الكتابة الأدبية. جميل. تقدمها للشباب الروائية سلمى الحفيتي في تاريخ إن شاء الله 15 إلى 17 يوليو. بالإضافة إلى ذلك ستقدم الجمعية ورشة في الابتكار من خلال منصة 2071 التي تعني بأمور الابتكار واستشراف المستقبل حيث أن تتعاون الجمعية للمرة الأولى مع المؤسسة الاتحادية للشباب للمشاركة في الأكاديمية الصيفية للشباب وذلك بالتعاون مع مركز الفجيرة للشباب بالإضافة إلى ورشة أخرى نستهدف فيها الشباب وهي أساسيات تعلم اللغة اليابانية بحكم التوجه الحين لتعلم اللغات تقدمها لنا الأستاذة فاخرة بالتعاون أيضا مع المؤسسة الاتحادية للشباب وبتكون بإذن الله في تاريخ 27 من الشهر الحالي. نعم أستاذة حياة شو هي البرامج التدريبية والمتنوعة التي تدعم مهارات الأطفال المشاركين يعني؟ نعم تقدم الجمعية العديد من البرامج هالصيف اللي تستهدف الطفل لتطوير مهاراته ف
فعندنا البرامج الرياضية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية اللي تضمن في أجندتها زيارة لحديقة الفجيرة للمغامرات. نعم. ورش مثل ورشة التشكيل بالورق والرسم بالخيط، إعادة التدوير، عندنا أيضا صناعة العطور. بالإضافة إلى ذلك يضمن البرنامج بعض الزيارات الميدانية للدفاع المدني والشرطة المجتمعية. نعم. الاختلاف الموجود السنة هذه عن السنوات الماضية أستاذة حياة؟ هو فعليا في اختلاف، لان فعاليات مهرجان قيض في الفجيره هذه السنه تتميز بانها اكثر تخصصا وثراء في المجالات الابداعيه والثقافيه والفنيه. بالاضافه الى ان هذه مثل ما ذكرت مسبقا بان الجمعيه اول مره تتعاون مع المؤسسه الاتحاديه للشباب ومركز الفجيره للشباب من خلال المشاركه في الاكاديميه الصيفيه للشباب والاكاديميه الصيفيه، وذلك بهدف التركيز على فئه الشباب. جميل، خلاص انا وعلي بنقيض وياكم إن شاء الله. بإذن الله. حياكم الله. شكرا لك. شكرا لك أستاذة حياة الحمادية، الأمين العام لجمعية الفجيرة، الأمين العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وأكيد الحين عندنا فقرة جدا رائعة مع أصغر طبعا حاملي درجة الدكتوراه في الإمارات ومضمون رسالة السعادة في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد طبعا هذه الرسالة الأولى على مستوى الدول العربية بشكل عام والتي تناول فيها السعادة وفي مفهوم القانون. طبعا للمزيد مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعيد بن صفوان العلي، أستاذ مساعد في كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. وشيء مبروك. الله يبارك في حياتك. إنجاز طيب إن شاء الله، وكلنا نفتخر فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني شو يعني لك ما شاء الله أصغر إماراتي حصل على الدكتوراه؟ والله يعني هذا في المجال الشخصي يعني هذا كان إنجاز أنا أفكر فيه وأحلم فيه من فترة يعني طويلة وأخطط له. يعني إذا كل اللي حولي يعرفون أن سعيد كان يسعى أن يخلص البكالوريوس بسرعة عشان يلحق ويخلص الماستر بسرعة والدكتوراه بسرعة عشان يعني يحصل هاي الشهادة في أسرع وقت ممكن. الحمد لله رب العالمين تحقق هذا الهدف يعني بالنسبة للمجال الشخصي. بالنسبة للمجالات الثانية يعني أنا فخور أني أكون أصغر الدكتور، وفخور أكثر صراحة أني حطيت بصمتي في هدف دولة الإمارات اللي هو أجندة 2021، أن الإمارات تكون من أسعد الدول عالميا. أتمنى تكون رسالتي في الدكتوراه هي نتساهم في تحقيق هذا الهدف، وأنا فخور أني حاولت لتحقيق هذا الهدف. الشيء الثاني فخور أو يعني فرحان ومستانس لأن قدرت الحمد لله رب العالمين أرفع اسم دولتي دولة الإمارات في أمريكا. الحين نعم. الكل حتى الزملاء هناك في أمريكا يقولون ترى سعيد أصغر دكتور ومن الإمارات. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني هذا فخر بالنسبة لي أني قدرت أساهم في رفعة أو يعني تحسين الحمد لله رب العالمين دولتنا من لا ساهمت بشكل كبير ما شاء الله عليك. نعم. ويعني إنجاز طيب أنك تسوي عمرك 26 سنة ما شاء الله. نعم. 26 سنة ما شاء الله عليه، هو اليوم دكتور والناس هذه طبعا يحصلون على الشهادة في عمرهم يمكن 40 لا 30 ولا 40 يعني في ناس بال50 يحضرون الدكتوراه بعد. بس ما شاء الله عليك انت سبقت زمنك وما شاء الله عليك اليوم انت دكتور. شو اللي دفعك لاختيار عنوان موضوع السعادة في رسالة الدكتوراه؟ والله صراحة يعني لو رجعنا شوية لورا بنحصل ان يعني بداية الاهتمام العالمي في موضوع السعادة بدأ من 2011. نعم. يوم الأمم المتحدة أصدرت قرارات متعلقة بالسعادة كعمل حكومي، لكن صراحة احنا عندنا في الإمارات يعني هذا الكلام كان من عهد الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كان من ضمن مقولاته انه
نحن كحكومة ملتزمين بإسعاد الشعب وعمل الغريب والمستحيل لإسعاد هذا الشعب. فهذا الكلام احنا نتكلم يعني قبل أكثر من 40 سنة. الجماعة في الأمم المتحدة يعني انتبهوا له في مجرد 2011. وهذا هذه القرارات من الأمم المتحدة ترجمت طويل العمر الشيخ محمد بن راشد أسس وزارة السعادة. أنشأ وزارة السعادة وصدرت سياسات كثيرة، برامج كثيرة صدرت. فهذا السبب اللي خلاني أن أحاول أني أحط بصمتي في هذا الهدف، في هذا الطريق. أنت ذكرت السعادة في مفهوم القانون اللي ذكرتها في رسالتك، لو تحدثنا أكثر. السعادة لو تفكر فيها، يعني نتفكر فيها كبداية ككلمة، صعب أنك تربطها بالقانون، صعب. لأن كل حد بيقول لك أخي أنا أكون سعيد إذا سويت شيء معين، صحيح، أو تحقق لي شيء معين، وكل شخص يختلف عن الثاني. لكن كعمل حكومي أو كقانون أنت ما تقدر تحقق كل متطلبات الأشخاص. نعم. فحصلت أو دراستي استنتجت أن أفضل تعريف أو مفهوم للقانون هو تعريف أرسطو للسعادة. تعريف أرسطو للسعادة يقول لك أن السعادة تصير بتحقيق أهدافها أو تحقيق أسبابها. فالحكومة بشكل عام تقدر تشتغل على أسباب، النتيجة تعتمد على الشخص نفسه. صح. فالدراسة يعني أسهبت في الأسباب، والأسباب اللي ممكن تركز عليها الحكومة أكثر، والأسباب اللي ممكن يعني يكون عليها تركيز أخف. جميل. نعم. طبعا شو سبب دمجك بين طبعا عدة دول وكذلك منظمتين دوليتين في رسالة الدكتورة؟ صراحة الدراسات في المنظمات الدولية بشكل خاص كانت أعمق في موضوع السعادة. يعني كل الكلام تحت بند السعادة، فكان أوضح بالنسبة لي أني أخذ دراسات المنظمات الدولية من أني أخذ الدول الثانية أو حتى الإمارات. الإمارات كبند السعادة كعمل حكومي أساسه قديم. نعم. لكن كمؤسسة كوزارة سعادة لا، الموضوع بدأ من 2015 أعتقد أو 2016. نعم. يعني في الاستنتاج الأخير أو اللي وصلت له الدراسة آخر شيء أنه فعلاً الأشياء اللي أنا كاتبينها أو الأشياء اللي أنا طلعتها من الدراسة، الحمد لله رب العالمين حكومتنا سابقتني خطوتين أو ثلاث قدام. نعم. فكانت الدراسة مثل ما تقول مجرد إجراءات أو ربط لهذه المفاهيم، لكن المفاهيم موجودة عندنا الحمد لله رب العالمين، مجرد مثل ما تقول ربط بينها وتأسيس قانون يحمي هذه الأشياء. دكتور سعيد ما شاء الله عليك خلصت الماستر والدكتوراه في فترة زمنية، يعني ما خذيت بريك بينهم مثلنا، نحن نأخذ بريك طويل ونكمل. الصعوبات اللي واجهتك إنك وأنت قاعد تعد رسالة الماستر والدكتوراه؟ والله الصعوبات كثيرة صراحة. أولها الغربة، أولها قرار الابتعاث نفسه. يعني دام ذكرنا الابتعاث، يعني أحب صراحة أشكر شيوخنا، لأنهم كانوا السبب اللي أعطوني الفرصة، هذه الفرصة الثمينة اللي يعني الكل يتمناها، أن تحصل بعثة يعني تكمل دراستك وتخلص وترد الحمد لله رب العالمين. وأشكرهم صراحة على الثقة اللي أعطونا إياها، أن قدرنا والحمد لله رب العالمين كنا قد الثقة ورجعنا الحمد لله رب العالمين بالشهادة. أما بخصوص الصعوبات كانت يعني الغربة وأفراق الأهل وحياة جديدة مختلفة تماما.
تتعرض لمواقف، تتعرض لمشاكل، تتعرض ليعني صعوبات، لكن هذه الصعوبات صراحة هي اللي تعلمك. صحيح. بدون هالصعوبات أنت ما نعم. سافرت ولا ابتعثت وكأنك درست في البلاد. نعم. نعم. بعد هذه الرحلة الطويلة من الإنجاز، برأيك شو أثر الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة مع مواطنيها؟ والله يعني مثل ما ذكرت لك إن يعني ما شاء الله الحكومة عندنا سواء كانت من وزارة السعادة أو من مجلس الوزراء أو من شيوخنا الله يحفظهم، الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، كلهم الحمد لله رب العالمين يعني دائما سباقين. يعني كل ما أكتب شيء في موضوع السعادة، كل ما أكتب ورقتين ثلاث في موضوع جديد، نعم. أكتشف بعد فترة أنه الشيخ محمد بن زايد أمر، الشيخ محمد بن راشد أمر. فيعني كان موضوع صعب أني أجاريهم صراحة. فإزاهم الله خير والله يطول بعمارهم. ويعني وإحنا مثل ما تقول يعني مجرد إن مثل ما تقول عيالهم ونحن طبعاً بنساهم في تحقيق هذا الهدف اللي هم يسعون له إن شاء الله. هم قراب منا يعني في كل شيء نحن نحتاجه وفي كل شيء نحن نبغيه، هم يكونون قراب منا الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم. حلوة علاقة الأب بابنه يعني اللي قاعد نشوفها نحن، هذه اللي بينه وبين قادتنا الله يحفظهم ويطول في عمارهم إن شاء الله. تجربة جميلة. وشو تنصح الشباب؟ والله إذا جتك الفرصة استغلها. نعم. إذا جتك الفرصة استغلها. لا تسمع صاحبك، لا تسمع لو يعارضك اخوك، لو يعارضك الوالد، عاد الوالد احبه على راسه ويقول له ابوي مستقبلي. الله يحفظهم يا رب. ويقول لك توكل، الله يحفظهم. امين يا رب. اليوم فخورين فيك اهلك اكيد. الحمد لله رب العالمين. ويرفعون فيك الراس. الله يحفظك دكتور سعيد بن صفوان ال علي، استاذ مساعد في كليه القانون في جامعه الامارات العربيه المتحده. شكرا جزيلا لك. الحمد لله. جزاك الله يعطيك العافيه. وبنسير مشاهدينا الى فعاليه صيفنا فرح ومرح اللي نظمتها هيئه الفجيره للسياحة والآثار في يوم الجمعة الماضي في سنشري مول، واللي قيمت الفعالية وسط أجواء احتفالية وسعادة بالغة للأطفال المشاركين. خلونا نشوف أكثر وياكم في هذا التقرير. متواجدين في السنشري مول حتى نقيم فعالية صيفنا فرح ومرح. هذه مبادرة من هيئة السياحة، وذلك لأن نشارك الأطفال إجازتهم الدراسية، وإن عشان نحن دخلنا على موسم الصيف ونخليهم إن شاء الله يستانسون بالفعالية وبالصيف. طبعا فقراتنا متنوعة، منها فقرات شعبية، رقصات تراثية وثقافية ومسيرة الوطن. حابين أن نحن في عام التسامح أن نجمع الجمهور من مختلف الثقافات، وأن نتسامح وأن نشارك ثقافتنا وفعالياتنا. وكذلك برنامجنا يتضمن العديد من الجوائز والمسابقات المتنوعة للأطفال اللي راح تسر الحاضرين جميعا. وبالعكس نحن ما شاء الله يعني الجمهور إقباله كثير، وإن شاء الله نتأمل أن الفعالية تعدي على خير. احنا دائما بنشتغل على الفعاليات في الصيف وفي الشتاء، ودائما لسعادة الجمهور، ودائما بنطلع عشان نطلع إمارة الفجيرة دائما في صورة كويسة. واحنا لسه كنا خارجين من مهرجان الفجيرة التراثي، كنا عاملين مهرجان كويس جدا برضك في قلعة الفجيرة، ودي تعتبر خطة دائما بتوجهات من الإدارة عندنا ان احنا دائما نشتغل على الفعاليات، وازاي نظهر دور الهيئة في ان احنا نعمل يعني فعاليات تظهر شغلنا واسعاد الجمهور اللي بيجي. واحنا بصراحة شايفين النهاردة في إقبال شديد جدا، وان شاء الله نكون تحت حسن ظنهم ونسعدهم يعني ان شاء الله. هدف المؤسسة هي نشر الرسالة، نشر رسالة التطوع ومفهوم التطوع بين شباب الإمارات. ومثل ما احنا شايفين في فعالية صيفنا مرح، طبعا أي فعالية تصير مثلا تكون تابعة لمؤسسة الإمارات تنحط على الموقع الرسمي للمؤسسة، وإحنا كمتطوعين
ندخل على الموقع ونسجل فعاليات، مثلا مو بس عندنا هالفعاليات، عندنا فعاليات مثلا على مستوى الدولة، فعاليات عالمية والعديد من الفعاليات. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم. طبعا نتكلم عن التطوع مطلبا مهما لإرساء مبدأ التكليف الاجتماعي في مختلف المناسبات، وطبعا هذا المفهوم يتبناه العديد من الناس وكذلك العديد من علماء الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع في تعريفهم لمعنى التطوع أو العمل التطوعي. المزيد اسمحوا لنا بأن نرحب بالمستشارة والمدرب الدولي الأستاذة سارة علي الهلالي، حياك الله معنا. الله يحييك. سعيدين جدا وجودك. بداية أرحب في تلفزيون الفجيرة على هالاستضافة الحلوة. الله يحفظك. الحين لو نتكلم عن التطوع يعني كحد ذاته، أو إنه شو معنى التطوع وكيف إنه نقدر نخدمه في المجتمع. التطوع طبعا هو إن الفرد يقدم العون والمساعدة في المجتمع. بس قبل ما إنه يقدم إنه يكون هذا التطوع من تلقاء نفسه، يقدم جهد، يقدم وقت، يقدم خبرة، يقدم علم، أحيانا يكون تقديم بالمال بعد. فهذا كله في سبيل الخير وفي سبيل العطاء. كيف نكون في خدمة المجتمع أو كيف ننمي المجتمع من هالناحية؟ اللي هي عن طريق فوائد العمل التطوعي. شو الفوائد اللي تعود على الفرد نفسه؟ كيف يطور الفرد من نفسه عشان يقدم تنمية أو تطور في المجتمع؟ جميل. أستاذة سارة خليني أسألك، أنا دوما الشباب بيسألون السؤال هذا، يقول لك أنا شو راح أستفيد لما أطلع وأبذل مجهود وأتطوع غير خدمة الوطن؟ الكل يخدم وطن، إن كان يدرس في المدرسة، إن كان يدرس في الجامعة، إن كان يداوم دوام. هذا لكن شو اللي يعطيه التطوع للشخص؟ لا ترى مباشر. أنزين الحين مثلا إذا الفرد طبعا هو بيروح حق التطوع من تلقاء نفسه، مش ما يكون مجبور على هذا الفعل أو على هذا العمل. صحيح. شو العائد اللي يعود على الفرد في التطوع؟ شو اللي ينمي في قدراته؟ أول شيء التطوع يكسبه مهارة، يكسبه معنى القيادة، إدارة الوقت، كيف أن الشخص يكون متحمل للمسؤولية، كيف ينظم من نفسه، كيف يطور من مهاراته وقدراته وإمكانياته، كيف يتعلم العمل الاجتماعي. وبعد نفس الشيء نعيد نقول أن هذا كله اللي هو درجة العطاء أو الإحسان أنه يعود على المجتمع وأنه يرد العطاء للمجتمع وللدولة. صحيح. جميل. نعم. اليوم ما شاء الله نشوف أن الدولة داعمة التطوع، وهناك ما شاء الله إقبال أيضا من الشباب بشكل عام على وأيضا البنات على التطوع. كيف ساهم اليوم التطوع في خلنا نقول دور التكافل الاجتماعي؟ إنزين إذا بنتكلم عن التطوع راح نتكلم عن المنصة الوطنية الأكبر في الإمارات، منصة الإمارات للمتطوعين. نعم. طبعا منو أول من تطوع فيها؟ هي تأسست في عام الخير. نعم. منو أول من تطوع فيها؟ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نعم. في العطاء الإنساني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في صناعة الأمل. فبعدين في وزارة تنمية المجتمع وأصلا الشباب والفئات الشبابية في المجتمع بادروا في التطوع، شافوا أنه يعني هالشيء راح ينمي من قدراتهم. فحتى في فئات من الشباب أنه كيف يخلصون ساعاتهم التطوعية في المدرسة أو في الجامعات، هذا كله عائد لهم في بناء شخصيتهم وفي بناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم. أستاذة سارة خليني أسألك، لما يجبر الواحد أن يتطوع، ما تحسين أن في بعض الجامعات أنهم يجبرون الشخص أنه يروح يتطوع أساس يخلص ساعات تطوع معينة؟ تتفقين وياها أنت هاي؟ لا صراحة، هو في إنه يعني في ناس تجبر، بس يعني يقدر. شوف الإنسان ما بيسوي أي شيء ما يحبه، إذا هو ما يحب هالعمل اللي يقوم فيه ما راح يسوي، ما راح يبدع فيه. فهو أكيد إنه أنا يعني دائما نقول إن العمل التطوعي يعطيك ثلاث بصمات، بصمات دينية وبصمات وطنية وبصمات ذاتية. نعم. الدينية إنه هو الإنسان قيمته مع منه، مع الله عز وجل. نعم. إنه يتطوع بينه وبين الله له بدون عائد مادي بدون أي شيء. صحيح. الوطنية إنه يرد العطاء ويخدم مجتمعه. الذاتية إنه ينمي من قدراته، ينمي من مهاراته ويطور من نفسه. نعم. أنا في نقطة مهمة بذكرها، يقول لي أحد الأشخاص إن ولده كان خجول جدا، كان متميز في الدراسة وكل شيء، لكن كان في نقطة ضعف إنه خجول جدا، فمع التطوع مع مشاركات التطوع اللي شاركها صار اجتماعي. ففعلا هذه فائدة جدا عظيمة وحلوة، لأنه ينمي العمل الاجتماعي. يعني أنت يوم بتروح عند متطوعين راح تكون قائد،
راح تكون متخذ القرار، راح تكون ولي أمر يعني مجموعة من الناس مثلا. هذا كله يخليك في العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي يخليك أنت اجتماعي مع الناس، يطلعك من الحالة أو اللي هي العزلة اللي كنت فيها إلى الاجتماع. الاجتماع نعم. شو هي صفات المتطوع؟ إنزين، صفات المتطوع طبعا أول شيء لازم يكون مثابر، لازم يكون يحب العمل التطوعي، لازم يكون محسن في العمل التطوعي، الالتزام، الصبر، ولي الأمر، قائد، متحمل مسؤولية، إدارة الوقت، تنظيم الفرق. هذه كلها من صفات المتطوع. هاي الصفات كلها موجودة، كيف أشارك وياكم أنا؟ موجودة كيف أشارك؟ يقول موجودة عندي لازم أشارك. كيف أشارك يعني؟ شارك المنصة طبعاً. الحين نسوي مبادرات، فعاليات، يعني آخر مبادرة اللي هي قدمها الدكتور المستشار الخبير الدولي أحمد الدلوشي، هذا مدربي طبعاً. أنا يعني كانت مسيرتي في التدريب من عنده، يعني كنا في تطوع، يعني عشان أبين لكم أن التطوع شو يعود عليكم. فتطوعت أنا وياه في مجال معين، فهو مدربي، يعني هو اللي ساعدني في التدريب، مجال التدريب. لا جدا جميل. زين، العوامل اللي يعني اللي يحتاجها المتطوع أن يطور من نفسه، يحسن من قدراته، شنو هي؟ نحن عندنا عوامل وايد. أول شيء العوامل، شو ما نقول عنها عوامل، نقول عنها معطيات الدولة، شو اللي تعطيك عشان أنت تتطوع. أول شيء عندنا لحظات تاريخية يعني كثيرة في الدولة، وعندنا يعني إن شيوخنا الله يحفظهم يساعدون على التطوع. عندنا موارد بشرية، والعنصر الأساسي في المجتمع هو الشباب، الفئة الشبابية، فهذه كلها تساعد على التطوع. فعلا طبعا ما شاء الله، نحن شفنا أمثلة كثيرة أيضا، في ناس تطوعوا ودشوا مثلا هذا المجال خلنا نقول بأداء خلنا نقول محدود، ولكن اليوم صاروا اليوم هم مسؤولين، يقيمون فعاليات، يقودون ما شاء الله مجموعة من التطوعين تحتهم. كيف أيضا يتدرج الشخص المتطوع في عدة مجالات خلنا نقول على حسب تخصصه؟ طبعا التطوع يعلمك وايد أشياء، يعلمك أنت كيف تكون قائد على المجموعة. يعني إذا رحت مثلا تطوعت عند فرق تطوعية بتكون عليهم قائد، فهذا يوم بتكون بتكتسب هالصفات راح تكتسبها في عملك أيضا، فبتكون يعني هاي مراحل تدرج. أنا عندي مثلا يعني مثالين، عندي مثلا الأستاذ فهد هيكل طبعا غني عن التعريف، كلمت آخر مرة عن مبادرة تطوعية إنه عمل إنساني وما قصر، يعني قال أنا راح أشارك عندكم، هذا عمل إنساني وأنا مهتم فيه. والأستاذ بعد معين بن عباد إذا تعرفوا، هو بعد إنه شارك معنا في أبوظبي وفي العين. يعني فأنا سألت أنا شو تستفيد من العمل التطوعي، قال لي إن الإنسان وعاء فاضي، كل ما تكون في يعني علم 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 هذا يزيد من خبراته ومهاراته. فأنا أقول لكم إن يعني العمل التطوعي مهم جدا لأي إنسان. فعلا، لأن التطوع يعني في الدول اللي موجودة فيها التطوع وهي ثقافة عند الشعوب، تشوفين إن فيها اهتمام كبار السن، أمور في بعض الدول أظن في ألفة، في انسجام، في انسجام من بينهم، في محبة. هذه لما تنزرع من الأولاد الصغار ولما يكبرون فعلا يكون في حب عمل الخير. نحن أصلا كدولتنا كشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن أخذنا هالقيمة أو هالعطاء من بابا زايد الله يرحمه. كلنا نزرع فينا هالشيء، يعني يكون أوريدي أن الناس كلهم يحبون العمل التطوعي. الله يرحمه ويغفر له يا رب ويجعله ثواب الجنة. كلمة حابة تنصحين فيها المجتمع والشباب اللي يشوفون الآن للتوجه إلى التطوع؟ أنا أنصح كل الشباب أنهم يتوجهون للتطوع. طبعا في وايد مبادرات، في وايد جمعيات أهلية تساهم في التطوع. التطوع هو بيعود على الفرد كقيمة له في ذاته قبل أن يكون ينمي مجتمعه، بينمي وايد أشياء عنده من مهاراته، قدراته، بينمي القيمة أو الصلة اللي بينه وبين ربه أنه كأنك كمحسن، أو بيوصل إلى أعلى درجات السعادة وأعلى درجات الارتقاء الإنساني في التطوع. لا أنا وعلي من التطوع يعني ما في شيء ضروري. اليوم سجل أسامينا في أماكن وايد ترى على فكرة. دوما داخل شوري المخرج يزعل مني يقول انت تشارك كل لا لا هو مبادر دائما عبد العزيز. لا فعلا احيانا للاسف في الوقت يعني الشخص يمر في ضغوط العمل وغيره ما يسمح له انه يتطوع، لكن مجرد انك انت تروح تشوفهم او تشارك معهم لمده يوم واحد ولو ساعه يعني ولو عالم ساعة. ثاني تطوع، صدقني تعال شارك في تطوع معنا، عالم اخر جدا، بتحس عمرك انك وايد سعيد، يعني تشد انك وصلت لاعلى درجات الارتقاء الانساني. نعم. في الاحسان والتطوع. انا عندي صديق كان يشارك في اللي يفطرون الناس عند الاشارات رمضان. نعم. امان فشارك اول شيء احد ابوه ولا احد من الاشخاص اجبره انه يشارك كعقاب لمده 15 يوم. فالمهم شارك، انا شفته قبل فتره الحين قاعد يروح حبيا من نفسه. من نفسه
راغب. فسبحان الله يعني شوف يعني لو هذا الشيء مو بجميل ولا ما حس في التطور ولا ما حس بالسعادة ولا ما حس إنه طور من أمور في داخله ما كان بيروح من صحيح. نفسه صح. ثلاث سنوات مستمر وايد يغير التطوع الإنسان وايد صح فعلا. نحن أكيد سعيدين جدا بهذا اللقاء أستاذة سارة، سعدنا أكيد فيك وبالكلام الطيب اللي وصلتي لنا إياه، وأيضا لا شك أن المتابعين مستفيدين من هذا الكلام. شكرا لك الأستاذة سارة علي الهلالي، مدرب معتمد ومستشار ومدربة دولية، حياك الله. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا لك ونورتينا، وإن شاء الله مشاركين وياكم التطوع إن شاء الله. أكيد حياكم الله، يعطيك العافية. وصلنا الآن إلى الختام طبعا عبد العزيز، وإن شاء الله نشوف مشاهدينا غدا في نفس الموعد بإذن الله. حياكم الله وتصبحون على خير وسعادة وفي أمان الله. شكرا.